اسمي جيمس، جيمس عماد، عندي 22 سنة، متطوع في جمعية أمريكا الخير للأعمال الخيرية. بنزل كل يوم أرسم قلب وضحك على الشبابيك، والنهاردة هنزل أعمل خير. بسم الله يا ناس اللي محتاجة مساعدة. هي يو، بقولك ايه، السجاير مضرة بالتدخين وبتاع. ايه ده؟ ماشي اصبر هجيلك تاني. بقولك يا صاحبي، متعرفش ان السجاير مضرة بالصحة؟ مجربتش تبطل؟ مجربتش تبطل؟ صاحبي انا بكلمك، صاحبي مش بكلمك. ايوه كده ارميها. علم تخاف ما تختشيش. صباح الفل يا حاج. خلت ام كرولز بقولك. انت اتجننت يالا؟ انا مش عشان سكيت لك، ما تولعش بقول لك ايه، ما تولعش يا عم، ما تولعش يا عم. الله، خلاص قوم قوم، خلاص يا اسطى، يا اسطى قوم، خلاص ما تزعل، خلاص قوم ولع، قوم ولع يا اسطى، يا اسطى، يا اسطى، يا اسطى، يا نهار اسود. ران، انا بشبع على خالت ام كرولوس. يا حاجه ايه، عايزه تعدي؟ استنى، تعالي يا حاجه، تعالي عد، تعالي عد، ما تخافيش، وقف الطريق، وقف الطريق، تعالي عد يا ام كرولوس، عدي ده كرولوس حبيبي. اتفضلي يا حاج، اتفضلي. اقف يلا، اقف يلا، اقف يلا. ويلي الحاجة بتعدي. اتفضلي يا حاج، عدي. يلا. عايزة تعدي تاني يا شغلانة أم كرولوس؟ تعالى يا أم كرولوس، تعالي عدي. تعالي عدي ما تخافيش. ولا 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 ولا. ايه ايه مكرولوس، هتعدي، عدى مكرولوس ما تخافيش. وقف يلا، وقف يلا، وقف يلا. اي انت عبيط، انت عبيط. اي يا ابن الكلب، اي يعني هو ما فيش سمعان كلام. انزل. ايه ده، هتودينا اي حته انا عايزها؟ لا يا عم مش عايز. خلت ام كرول، ايه ده، خلت ام كرولس راحت فين؟ خلت ام كرولس، خلت ام كرولس. المؤاخذة المؤاخذة المؤاخذة. بقول لك يا صاحبي، تعرفش ان السجاير مضرة بالصحة؟ صاحبي بقول لك ايه، بقول لك ايه، متعرفش السجاير مضرة بالصحة ولا ايه؟ على تخاف ما تختشيش. الله الله، ولا ولا لا، مش خايف على ماي فاميلي، مش خايف على ماي فاميلي. انت مالك انت وماي فاميلي يا ابن الكلب؟ تتهزر معايا؟ خد. خلاص قوم ما تزعلش. معاك معاك 11 دولار. يا نهار اسود عليا، قضية. انا بعمل خير يا جدعان. ران، ارسم قلب وضحك على الشبابيك. الله، مش دي البت اماني بنت عم هاني؟ واقفة مع مين؟ الله 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 الله، وحياة امك لا صورك، وريها لابوكي.
يا بنت الكلب. تعال خد خد، هتعملي عبيطة؟ لقطتكو لقطتكو. خد يا بنت أماني. مين ده أماني؟ شيل التليفون دلوقتي. أماني، مين ده أماني؟ خد يا أماني. وأنت، أنت بتحاملها؟ يا ابن الكلب يا ابن الكلب يا ابن الكلب، خد يا أماني، مش هسيبك. أنا هوديكي لأبوكي يا بنت الكلب. خد يا بنت، تعالي تعالي. مين ده؟ مين ده؟ مين ده؟ ها؟ مين ده يا بنت الكلب؟ هغسل عربوكي. ايه، في حاجة؟ يجيبوا قضية يا جدعان، الشرف برضه يا جدعان. الا 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 الا، الحق دي بنت ساره بتشرب سجاير. تعالي انت كمان. واقفه مع مين؟ مع شويه عيال نجز. تعالي. ايه 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 ايه، حسبي الله ونعم الوكيل، اتحبست ظلم عشان بساعد الناس. الله الله الله، خد خد، تعالى تعالى تعالى. اي اوعى، فاعل خير، انزل. فين مشوا ازاي؟ later. بقول لك يا كابتن، ممكن دي ازرع عشرة كابتن. عم ايمن منور الدنيا حبيبي. لا حول ولا قوة الا بالله، الله يخرب بيت ام الاستروكس اللي يعمل في شبابنا كده. انت كويسة يا بنتي؟ بقول لك ايه، فوق بقول لك ايه، روحي متخافيش، مش عايز اشقطك ولا حاجه. بقول لك بقول لك، ابو الكبات ايه، ابو الكبات ايه، الكلب ده بتاعك يا باشا يا باشا يا ابو الكبات ايه، بعزنك اربط واسطه، اربطه عشان ما يعضش حد. انت يا عم وانا مش بكلمك، هو انا كلمتك؟ يا ابن الكلب، انت والكلب. تعالى بقى تعالى، انا هموتهولك. بقول لكم يا كباتن، سلام عليكم الاول. الوقفة على الناصية كل يوم، والمعاكسة في اللي رايح واللي جاي، وشرب الحشيش والصال لحد الصبح، ده مش هينفع بعد اذنكم يعني. انا لحد دلوقتي بكلمكم بالذوق، انتوا جايين كلب والناس مش عارفه تعدي، وبيرازف اللي رايح واللي جاي، هو ده ينفع؟ هي دي اصول يا باشا؟ انا لحد دلوقتي بكلمك بالذوق. هتعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ يا ولاد الكلب، ده انا هاجي افشخكوا والله، يا انا سايبكوا يا ولاد الكلب يا ولاد الكلب، وربنا انا اوريكوا. رد رد يا اسطى، معايا خناقه، تعالى وهات الرجاله اللي تلاقيه هاتوا، اللي تلاقيه هاتوا. انت هلا، انت هلا، انت هلا. مش انت ماشي؟
هفشخكم. فين بقى الأشباح؟ تعال تعال، انت كنت معاهم، انت كنت معاهم، ده انا صفي اللي جابك. فين صحابك انت؟ ربنا لو وريك انت ولا فين صحابك. دوس على وشك يا ابن الكلب، بتتلموا عليا، بتعملوا عليا رجالة، مش انت راجل؟ فين انا قاعد بقى مستنيهم؟ مش هم اشباح؟ انا مش متحرك من هنا، ده انا صفيك واحد واحد. انا قاعد، انا مش في حته. انا مش رايح في حته. ايه ده الاسعاف؟ انا جيت لقيته كده. مافيا 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 مافيا، يا رجالة مسا عليكم. ايه في ايه؟ شكله مش مرحب بيا. هو مشتاقني ليه بقى؟ عشان بفضل ايه اقول لهم السجاير ومش السجاير؟ طيب انا اخلص الدنيا من شرهم. ايه ده؟ انتوا واقفين كده ليه؟ فاكركوا فتيات ليل ولا حاجة؟ هو ده ايه ده؟ باركينج؟ طب قلنا فين بتاع الباركينج اللي هنا؟ يعني انا لو جيت دلوقتي سرقت عربية، معلش يعني. فين بقى الباركينج؟ فين الحراسة؟ لا إله إلا الله. أنا مش لسه ماشي ثلاثة؟ بتعملوا إيه هنا؟ بتعمل ايه هنا؟ يلا اتكل على الله، اتكل على الله. منطقة وسخة. تعالى بقى عقابا لصاحب الجراج بقى. انا مش عايز العربية ولا حاجة، بس انا هخليه يدفع حقها عشان بعد كده يبقى يشوف شغل. الله الله، لا مؤاخذة معلش، بس المحل، لا مؤاخذة لا مؤاخذة، المحل بس شدني. عربية حرام. أحسن على الله. لاقي كلب هنا واقف ماسكني في نص الطريق. حاجة ايه العوائل اللي بره ده؟ الله 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 الله، حبيت الوزن معاك كده. الله 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 الله. يا ولاد الكلب يا ولاد الكلب، غور يا مجرمين يا ولاد الجزمة، خد يا مجرم. ايه ده عليها ضيتين ليه؟ تعال، ده انا عارفها اصلا.